تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة نتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر أرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في إعداد يوسف سعد، في الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكر برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مثل ما عودناكم برامجنا بتكون متنوعة، منها التوعوية ومنها الصحية وكذلك فقرة السوشيال ميديا اللي تعودنا كل يوم الصبح مثل ما نقول ناخذ رفع على أخبار السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها. طبعا بالنسبة للسوشيال ميديا عنا تكون صحية وما يعني تتعلق بأمور صحية وطبية ولا علاقة كذلك بمواضيعنا اليومية اللي ناخذها. نبتدي بس بداية بفقرتنا اليوم، بنبتدي بفقرتنا التوعوية. طبعا فقرتنا التوعوية بنتكلم عن موضوع مهم وهو أطعمة تحارب الانتفاخ، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة علياء دخان. صبحت الله بالخير أستاذة علياء. يا صباح النور والسرور. اليوم موضوعنا طبعا مهم بخصوص أطعمة تحارب الانتفاخ. يعني ناس وايد أو ناس كثيرة كذلك تشتكي من الانتفاخ بعد أكلات معينة يأكلونها، مرات يعرفون شو سببها ومرات ما بعرفين شو هي الأكلات اللي سببت لهم هالانتفاخ، بس حابين نعرف أكثر عن الأطعمة اللي تحارب هذا الانتفاخ. أكيد طبعا شعور الانتفاخ خلاصة مؤلم أو ممكن يعني يصادف أي حد، يعني من الصغار من الكبار. نعم. خاصة بعد تناول وجبة معينة. فاليوم حابة أني أتكلم عن الأسباب أو الأشياء اللي ممكن تسبب الانتفاخ، بالتالي نحن نقدر نتجنبها أو نمتنع عنها عسب أنه ما نحس بال أو تكرار عندنا مشكلة النفخة. من أهم الأشياء اللي ممكن أو عادات الغذائية اللي ممكن تأثر على حصول النفخة أو الانتفاخ اللي هي الأكل بشكل سريع. نعم. يعني على الوجبة، يعني ممكن نوع الأكل أحيانا حتى إذا كنا نأكل بشكل سريع هذا الشيء يأثر على الهضم، بالتالي نحن نبلع الأكل فيسبب نوع من عسر الهضم اللي يؤدي بعدين على شعور بالانتفاخ أو الغازات. فسرعة الأكل هذه مهمة، نحن نحاول أن نكون متأنة في تناول الطعام جدا يساعد عدنا لتجنب هاي المشكلة. أيضا في بعض الناس اللي يقولون دائما الشيء متكرر، ننصحهم أنهم يأكلون وجبات كميات صغيرة. نعم. تكررها ممكن أكثر خلال اليوم، بس كحجم الوجبة تكون كمية أقل. أيضا الدهون، الأكلات الجدا دسمة ممكن تسبب عندنا نفخة لأنها صعبة في الهضم. صحيح. وبالتالي نفس الشيء تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ. سبب آخر ممكن الشخص يكون يعاني من مشكلة في الامتصاص أو في الهضم، مثلا اللي عنده حساسية من اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، فيصير عنده نوع من النفخة هذا السريع بعد ما يستهلك أي منتجات الألبان أو الحليب أو الجبن، فيصير عنده المشاكل أو الأعراض تبين على طول بعد تناول هالأكلة. فطبعا إذا الشخص حدد هذا النوع من التحسس مثلا اللاكتوز أو مثلا حساسية البيض أو عدم تقبل البيض، القمح نفس الشيء، الفركتوز ممكن اللي هو سكر الفواكه، ممكن يعني في بعض الناس يكون عندهم صعوبة في الهضم فيؤدي هذا إلى شعور بالنفخة المتكررة. فنحاول نحن نحدد أو نشوف، لأن كل شخص مختلف عن الثاني. صحيح. الأكلات اللي ممكن على طول بعض الأكلات تسبب لنا الغازات، لكن وارد أن يكون من الفواكه أو من القمح أو من منتجات الألبان،
لأنه ممكن يسبب عندنا الشعور اللي هو على طول بعد الوجبة نحس بالألم. ونقطة جدا مهمة علي ذكرتيها، اللي الواحد يلاحظ شو الشيء اللي كلاه وسبب له هذا الانتفاخ، على الأقل يقلل منه أو مع الوقت يعني يتجنبه أو يقلل كذلك منه. صح، لأنه ممكن أكلنا حتى يكون في أكثر عن نوع، صحيح، فبعد نحدد أي أكلة بالذات هي اللي سببت لنا الانتفاخ. هذا شيء يتكرر، يعني أفضل أن الشخص مثلا يمتنع أسبوع عن الحليب، فبالتالي بيعرف إذا كان الأعراض خفت عنده بيكون من الحليب، أو يجرب مثلا أسبوع ثاني القمح أو منتجات الخبز والمخبوزات، نعم، ويشوف إذا الأعراض خفت، فبالتالي نقدر نحن نحدد إن كان هو مثلا في انتولرانس أو عدم تقبل أكل معين هو سبب هو اللي مسبب للانتفاخ. في أسباب ثانية بعد، الناس اللي متعودة تشرب مشروبات غازية على الأكل، صحيح، لأن المشروبات الغازية والسودا اللي فيها الكربون ففيها الغازات هذه البابل، فممكن تسبب بعد شعور بالنفخة. واللي يشربون بالمصاص كذلك العصير أو الماء يدخل، لأنه هو فبالتالي يحس بالنفخة أكثر يشرب المشروبات بالمصاص. إذا ناكل ونتكلم بعد نفس الشيء، هذا الأمر تخلينا ناكل بشكل سريع ونبلع الأكل أو نبلع مع الهواء، فبيسبب شعور بالنفخة. عندنا بعد الأكلات اللي هي معروفة اللي تكون جدا عالية بالألياف ممكن تسبب عندنا الانتفاخ، مثل البقوليات، مثل الفول بأنواعه، الحبوب الكاملة. أحيانا مو كل الناس تقدر تهضم الحبوب الكاملة فتسبب لهم انتفاخات. بعض أنواع الخضار مثل الملفوف، الزهرة، التفاح، في ناس يعني بعد شريحة كبيرة من الناس يعبون من التفاح، لأنه مو أول شيء نفكر فيه إنه يسبب الغازات. صحيح. البروكلي، عندنا بعد البصل والثوم، إذا كان يعني مو مطبوخ يعني فرش ممكن يسبب بعد الشعور بالانتفاخ زيادة. هالأمور يعني نحاول إحنا نحط بالنا عليها، نتجنبها أو نخففها، أو نجرب ناكل ونشوف إذا ما صار عندنا أي ردة فعل يعني نقدر نستمر ناخذها. ونفس ما ذكرتي، في ناس يعني يختلف من شخص لآخر، في ناس يسبب لهم، في ناس ما بتاتا يعني ما يتأثرون بهالشيء. هذا هو، فالأشياء الشائعة المعروفة اللي هي عالية جدا بالألياف لأنها تحتاج هضم، فإذا عندنا إنزيم خفيف أو ما يشتغل عدل من ناحية الهضم فبالتالي بيسبب لنا الانتفاخ، فهذا يختلف يعني من شخص لثاني. إجمالا الأشياء العالية بالألياف اللي ذكرتها، الحبوب الكاملة أو الخضروات، البروكلي والزهر الملفوف، هاي الأمور ممكن تزيد عندنا هاي المشكلة. الإمساك هي يعني إذا زاد عندنا النفخة ممكن يسبب الإمساك، وإذا الإمساك عندنا مزمن ممكن يخلي عندنا شعور بالانتفاخ أكثر، فنحاول إن نشوف شو السبب الرئيسي للإمساك ونحل هذه المشكلة. أيضا طبعا كثرة شرب الماء بيخفف المشكلتين، شرب السوائل بشكل كافي، والمشي يعني حتى لو مثلا بعد الأكل بشوي نحاول نتمشى أو نتحرك، هذا يساعد حركة الأمعاء بشكل أحسن، فبالتالي نتجنب مشاكل العسر الهضم والإمساك كذلك. ممتاز. في شيء إضافة ممكن نحاول نضيفها، مثل اللي هي بكتيريا النافعة البروبيوتكس، موجودة في الأكل وممكن ناخذها كمكمل، تحسن من بيئة الأمعاء، يعني تكون القولون عندنا والهضم أفضل إذا كانت البكتيريا النافعة موجودة بكمية جيدة، فهذه بعد جدا تخفف مشاكل الغازات والإمساك، أو اللي يكون عندهم القولون العصبي فيكون عندهم ميكس يعني بين أعراض الإسهال الإمساك الغازات أيام مختلفة، فهذا يحسن جدا ويهدي من المشاكل الهضمية. أنا نحاول ندخل اللي هي المكملات البروبيوتيك البكتيريا النافعة فترات، ممكن مو شرط متواصل، فترات يعني شهر لثلاث شهور، يحسن عندنا نسبة عدد البكتيريا. طبعاً إحنا نتعرض مثلاً نمرض، نأخذ أدوية، نأخذ أنتيبيوتيك، مضادات، هاي الأمور كلها تقلل نسبة البكتيريا النافعة. صحيح. شيء نقطة أخيرة، ممكن نعود نفسنا بعد الوجبات الرئيسية بساعة أو نص ساعة نشرب مثلا الزنجبيل أو الشاي النعناع، عندنا البابونج، كلها هذه أعشاب تحسن الهضم وتساعد في تخفيف أعراض الانتفاخ. صحيح، ومتوفرة ويقدر الواحد يستعيض بها، حتى يعني عن الشاي الأحمر أو الشاي الأخضر على الأقل تخفف لنا الانتفاخ، وكذلك في نفس الوقت وكذلك ما بتقلل من امتصاص الحديد اللي خذاه هو أصلا في وجبته. صح.
صحيح. كلمة أخيرة توجهينها عليا المستمعين خلال البرنامج. أحب بس الإنسان دائما في مشاكل الهضمية هو أكثر يعني أكثر شخص يعرف نفسه. مشاكل الأمساك والتحسس أو الغازات والانتفاخ ممكن تأثر عليها الأكل بشكل كبير، بس بعد يأثر عليها التوتر والنفسية إذا كان الواحد دائما متوتر في الأعراض الزين، ودائما الحركة والنمط الحياة بشكل عام يأثر عليها. فالأكل هو جزء جدا مهم جدا كبير يأثر على مشاكل الهضم، لكن ما ننسى الرياضة، الحركة حتى لو نص ساعة مشي خفيف، شرب كميات كافية من الماء، هاي كلها أمور تساعد في تحسين مشاكل الهضم. صحيح، وهذا الشيء جدا يساعد الواحد أنه يخفف من يعني الانتفاخات اللي تصيبه. يعني في ناس معينة تصيبهم انتفاخات بكميات يعني مزعجة تكون، فهالنصايح اللي عطيتينا إياها كثيرا يعني مفيد، ويقدر الواحد يسويها في يعني يقدر بسهولة يقدر يطبقها إن شاء الله ويحصل الفائدة منها. الأستاذة علي دخان، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية، وتكلمنا عن الأطعمة اللي تحارب الانتفاخ. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن إطلاق الدورة الثانية من حملة كنز الحياة. بعد نجاح حملة كنز الحياة في دورتها الأولى اللي نظمها مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي، يطلق المركز يوم غد الثلاثاء الدورة الثانية للحملة، وهي تستهدف تجميع دم الحبل السري واستخلاص الخلايا الجذعية لعلاج أمراض الدم، لا سيما الأمراض الوراثية منها، واللي يسهم المركز بدور كبير في التصدي لها ومكافحتها، وإلى جانب نجاحها في علاجها. حول هالموضوع يسعدنا تكون ويانا اليوم دكتورة فاطمة الهاشمي، رئيس وحدة الإدارة والباحثة الإكلينيكية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. صباحك الله بالخير دكتورة فاطمة. صباح النور. بداية دكتورة، نبارك لكم بنجاح الدورة الأولى من حملة كنز الحياة. الحمد لله. طبعا الدورة الأولى لكنز الحياة، حملة كنز الحياة، طبعا لقت إقبال كبير الحمد لله من المتعاملين، ووايدين كانوا مستانسين على إطلاق هاي الحملة، خاصة نحن يعني زرنا المناطق المختلفة والأماكن المختلفة، شفنا كيف الناس تحب تسمع عن أهمية الحبل السري وكيف ممكن علاجه، فعشان كذا يعني قررنا أن نطلق الدورة الثانية من حملة كنز الحياة. ممتاز دكتورة، بداية حابين تعطينا فكرة أو نبذة عن مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث المركز الحكومي الوحيد في الإمارة، طبعا تم إنشاءه في 6/6/2006. طبعا هذا المركز الحكومي المرخص الوحيد، وفي نوعين من أنواع التخزين، إنه ممكن الأم أنها تتبرع بدم الحبل السري للآخرين. نعم. طبعا هذا مجاني ما له أي رسوم، أو ممكن الأم أنها تخزن دم الحبل السري للعائلة نفسها، وهذا بمقابل مبلغ 9000 درهم، ويتم التخزين لمدة 30 سنة. ممتاز دكتورة، طبعا في خدمات معينة يقدمها ويوفرها هذا المركز، فحابين نتحدث أكثر عن نوعية الخدمات اللي توفرونها في مركز دبي لدم الحبل السري. طبعا مركز دبي دم الحبل السري مثل ما قلنا إنه هو مركز الحكومي الوحيد، فخدمة مميزة يقدمها بأن مبلغها جدا بسيط اللي هو 9000 درهم يتخزن لمدة 30 سنة. طبعا باقي المراكز الخاصة الموجودة في الدولة مبلغها أكثر من 9000 درهم. نحن طبعا كخدمة نقدمها في المركز، طبعا نفتح باب التبرع بدم الحبل السري للحالات اللي ما تقدر تحمل أو عندها صعوبة في الحمل، فيكون لها متبرعين بدم الحبل السري. هذا بعد خدمة مميزة فقط يسويها مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث. وطبعا نتميز بعد أنه مو بلازم الأم تي تسجل في المركز عندنا، ممكن يتم التسجيل في مستشفى لطيفة أو مستشفى دبي. ممتاز. أو ممكن حتى أنه يكون عن طريق الأونلاين، يعني ما في داعي الأم تي إذا كان يعني صعب عليها، خاصة في بعض حالات الحمل صعب عليهم أنه يتحركون أو أنه يون
يزورون المركز، فممكن انها تتواصل مع ايميل المركز اللي هو dcrc@dha.gov.ae. نعم. طبعا بهذه الطريقه نحن نتواصل معاها ونكمل الاجراء كله عن طريق التليفون، ما في داعي الام انها تحضر المركز. ممتاز. فهذا بعد من الاشياء المميزه اللي نعطيها وسهلت على ناس كثيره كذلك. طبعا وايدين وايدين، خاصه اللي هم من مناطق خرفكان، راس الخيمه، ابو ظبي، صعب عليهم وايد ان يجون المركز. فنحن نقول لهم يعني بالعكس، اذا كان في صعوبه انكم تجون المركز، نحن لانه يهمنا وايد التخزين ويهمنا ان نشجع الام انها تخزن، فنحاول قد ما نقدر ان نوفر عليهم ابسط الطرق للتسجيل، على اساس انه ما يكون التسجيل او طريقه التسجيل هو اللي يكون العقبه في وجه الام انها كي يعني تسجل. فعتبتي حاولنا ان قد ما نقدر ان نسهل الموضوع وخلينا التسجيل يكون في اكثر من مكان او عن طريق الاونلاين. وبالاضافه الى طبعا ان بدينا الحين نثقف النرسات ونعلمهم على المعلومات دم الحبل السري في الـ PHC اللي هو الرعاية الصحية الأولية. ممتاز. فالطريقة تكون الأم لما تزور المركز القريب لها أنها تراجع، يكون النرسات تعطيها معلومات عن الحبل السري، فيكون على دراية بالموضوع من البداية عن شو الحبل السري وشو أهميته، أساس أنه بعدين لما تتربي في لطيفة يكون ما يكون أول مرة تسمع عن الموضوع، يكون سمعتها في فترة زيارتها للعيادات القريبة من البيت. صحيح دكتورة. طبعا الحمد لله حملة كنز الحياة في دورتها الأولى لاقت نجاح كبير ولله الحمد، فحابين نتحدث أكثر عن حملة كنز الحياة، شو هي فكرتها وكذلك شو أهدافها؟ طبعا حملة كنز الحياة تم إطلاقها في 19 فبراير 2019، كان هذا أول سنة لإطلاق هذه الحملة، وكان الهدف من هالحملة استقطاب المجتمع وتثقيفهم عن أهمية الحبل السري، لأن قبل كنا فقط نركز أن نثقف الأمهات اللي متواجدات في المستشفيات، يعني نثقفهم عن الحبل السري وأهميته. لكن طبعا من الملاحظات العملاء اللي عندنا لاحظنا أنه شو، أنه ما يكفي فقط تثقيف الأم، ضروري جدا أن الأم والأب والعائلة والمجتمع بأكمله يكون عنده معلومات عن الحبل السري. صحيح. فقررنا نطلق هذه الحملة على أساس أن نزور الدوائر الحكومية المتواجدة، المستشفيات الخاصة، الجامعات، المدارس، كلها أن نسير ونتكلم عن الحبل السري شو أهميتها. طبعا نستخدم بعد اللي هو البيبي مثل الطريقة، يعني الدمي بيبي، نشرح عليه كيف أنه يتم السحب، لأن الأم مجرد أنها تشوف بعينها أن كيف طريقة السحب تطمن أن ما فيه لا ألم ولا خطورة لا على الطفل ولا الأم. هي عبارة عن بروسيجر بسيط جدا مدة 10 دقائق بعد الولادة أنه ينسحب الدم. فشفنا هاي الأمور مهم جدا أن ندقق فيها ونحاول أن نبينها في حملاتنا، على أساس نتوصل المعلومة بشكل جيد للأمهات وللمجتمع وللآباء، إن شو كيف طريقة تخزين دم الحبل السري، حبل السري شو أهميته، كيف طريقة سحبه، وليش نحن أصلا نخزن دم الحبل السري، على أساس شو الأمراض اللي ممكن نعالجها. فهاي الأمور كلها يعني الأهداف اللي كنا حاطينها في حملة كنز الحياة لعام 2019. ممتاز دكتورة. حابين نتحدث أكثر كذلك عن النتائج اللي حققتها الحملة في دورتها الأولى. طبعا نحن كنا نوزع استبيانات على اساس ان نعرف كيف الحمله مشت وهل نال اعجاب المتعاملين وشو الاشياء اللي مفروض نوفرها في الحملات الجايه. فكان في استبيان بسيط نوزعه على المشاركين اللي كانوا يزورون البوث الحمله في الاماكن المختلفه، وكان طبعا الاسئله اللي نوجهها، طبعا اول سؤال كنا نوجهه اللي هو كيف كانت معلوماتكم عن الحبل السري، أو بشكل عام شو هي معلوماتكم، يعني هل هي ممتازة ولا ضعيفة ولا جيدة جدا، عشان نعرف قبل ما نثقفهم شو كانت معلوماتهم. طبعا أغلبهم كانوا مع الأسف ليس لديهم يعني معلومات عن الحبل السري، وعرفنا أن شو أن المجتمع يحتاج مثل هاي النوع من الحملات، أثبتناه بالاستبيان. بعدين طبعا هذين نفسهم اللي جاوبوا على الاستبيان نثقفهم ونعطيهم معلومات الحبل السري، بعدين نقيس مدى زيادة المعلومات عندهم. طبعا في فرق كبير، يعني كانوا تقريبا مثلا في واحد من الدوائر الحكوميه اللي ما عندهم معلومات، اغلبهم سواء عندهم معلوماتهم جيد جدا بعد التثقيف. فقدرنا نحن على هذا التحويل ان نقدر ان نثقف على الاقل يعني شريحه مهمه من المجتمع في كل حمله نطلعها في حمله كنز الحياه. هاي من اكبر الاهداف اللي كنا حاطينها والنتائج اللي شفناها. ثاني شيء اللي هو رضا المتعاملين في الحمله. طبعا نحن بعد سالناهم هذا السؤال، انه كيف شفتوا الحملة وهل أنتوا راضين عن طريقة الشرح
وطريقة الكلام والمعلومات على أساس هي معلومات طبية، فكنا نحن نحاول نشرحها بطريقة إن الصاحب اللي يسمع الكلام عن الحبل السري يفهمه، يعني لأن أساسا في معلومات طبية كثيرة. طبعا ما شاء الله فوق 95% رضا المتعاملين على الحملات اللي أطلقناها وطريقة الشرح وسهولة الكلمات والمصطلحات المستخدمة في الشرح على أهمية الحبل السري. لقينا يعني الرضا الحمد لله عن هالمعلومات، وسألناهم بعد في الحملة إن شو حابين تشوفون في سنة 2020 وكيف تبون نطور هاي الحملات. وايد من الإجابات كانت إن نبى نشوفكم في أماكن أكثر ودورات، يعني أماكن جديدة مثل الجمارك دبي، حاطين مطارات دبي، حاطين مستشفيات الخاصة، حاطين المدارس والجامعات. شفنا يعني عطونا اقتراحات صراحة هم الأساس، أنا أعتبر المتعاملين هم الأساس في تطوير هاي الحملة. صحيح. إن اقتراحاتهم اللي عطونا إياها في 2019 نحن الحين شغالين عليه إن نبدأ نطبقه في حملة 2020. جميل. والجميل إن كذلك دكتورة فاطمة أن أنتوا روحكم بنفسكم رحتوا للمجتمع، يعني ما انتظرتوهم يتواصلون وياكم، يعني أنتوا رحتوا لهم وكذلك ثقفتوهم بهالموضوع المهم اللي يعني له دور كبير يعني في مستقبل الأطفال هذين. هي نعم، خاصة أن بعد ما شفنا 19 حالة استفادت من مركز دبي من الحبل السري والأبحاث، و19 حالة استفادت من العينات المخزنة في المركز، قلنا ضروري جدا مدام أن هاي الحالات استفادت ولقت يعني العلاج الـ مثل ما نقول العلاج مش المؤقت الدائم، فضروري جدا أن نحن نتواصل مع المجتمع، ما نتري المجتمع يتواصل معنا، بالعكس. صحيح. نحن اللي هذا دورنا وواجبنا كهيئة الصحة في دبي أن نطلع للمجتمع ونكلمهم عن أهمية الحبل السري ونبين لهم أن كيف سهولة التسجيل، يعني يمكن الأم مجرد تسمع عن الموضوع تستصعب يعني التسجيل. صحيح. أو تتخوف كذلك تستحب هنا. صحيح. فحبنا نحن نبسط الأمور ونبين لهم يعني أن كيف الموضوع بالعكس سهل وسلس وتحت إدارة معروفة اللي هي هيئة الصحة بدبي، بالعكس وسرية تامة، وتم السحب والتخزين لمدة 30 سنة، ما تحتاج العينة، ممكن علاج الأمراض المتواجدة في العائلة. دكتورة حدثينا أكثر عن أهداف الحملة طبعا في دورتها الثانية 2020. طبعا أطلقنا حملة كنز الحياة للدورة الثانية بعد ما لقينا الإقبال الكبير، قلنا ضرورية استمرارية مثل هذه الحملات، وهي السنة مركزين أكثر بناء على طلب المتعاملين عن المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية والمدارس والجامعات، فهذا تركيز سنة 2020. فمن المراكز بعد اللي طلبوا منا أن نركز عليها اللي هو مراكز الإخصاب، اللي هو مركز الإخصاب اللي في هيئة الصحة، فهذه من المراكز اللي بنركز عليها لأن نعرف الناس اللي يحملون يعني في هذا المكان يكون يمكن لهم فرصة الوحيدة أو لهم صعوبات، فضروري جدا أن يخزنون هذا الدم. صحيح. لأن في هالدم يعني فشفنا هاي صدق يعني واحد من أهم الأماكن اللي لازم إحنا نروح نثقف فيها الأمهات عن أهمية الحبل السري. والحمد لله إن شاء الله يا رب أن الحملة يكون لها إقبال كبير مثل ما شفنا في 2019، ونقدر نوصل المعلومة مش فقط للأمهات، للآباء وللمجتمع وللطالبات اللي في المدارس بعد والجامعات المقبلين على الزواج عن أهمية الحبل السري. إن شاء الله ويكون نجاح، إن شاء الله أضعاف نجاح 2019 إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب. دكتورة طبعا باكر إن شاء الله بيكون عندكم في حفل تكريم الشركاء اللي بيشهده المركز إن شاء الله يوم غد اللي هو يوم الثلاثاء، فحدثينا أكثر عن حفل التكريم. طبعا من الأشياء اللي نحن شفناها ضرورية جدا أن تتم اللي هو تكريم المشاركين في حملة كنز الحياة. طبعا هذين الموظفين اللي بذلوا مجهود كبير طلعتهم للأماكن المختلفة في المركز وراحوا المناطق المختلفة في دبي وغير إمارة دبي، فقدنا ضرورية طبعا تكريمهم. طبعا اللي طلعوا الحملات هم يعني فالنتير متطوعين بالوقت، يعني مش ان يعني هذا وقت عملهم، يعني في الوقت العمل هو، لكن شيء بالاضافه الى شغلهم الحالي يطلعون ويثقفون عن الحبل السري. فكان عندنا كثير من الممرضات في المستشفى لطيفه شاركونا في حمله كنز الحياه، وكل الشكر والتقدير للمستشفى لطيفه اللي وقفوا ويانا في هاي الحمله. طبعا احنا الحين فتحنا الباب حق 2020 للممرضات انه يشاركون من مستشفيات الهيئه كلها على توسيع حمله كنز الحياه. يعني احنا قبل كنا نطلع مره في الشهر، الحين هاي السنه ناويين نطلع في الشهر 3 مرات على اساس ان شو نزيد العدد الافراد اللي بنثقفهم عن الحبل السري.
فإن شاء الله باكر بنكرم الموظفين اللي شاركوا في هذه الحملة المتطوعين، وبنكرم الشركات الداعمة لدعمتنا في حملة، كانت داعمة لنا في حملة كنز الحياة لعام 2019. ممتاز. في نهاية حوارنا وياك دكتورة نبارك لكم مرة ثانية طبعا نجاح حملة كنز الحياة في دورتها الأولى 2019، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في دورتها الثانية 2020. إن شاء الله إن شاء الله، نتمنى يا رب أن يكون 2020 سنة خير، وإن شاء الله يكون كثير من النجاح لحملة كنز الحياة والحملات الباقية اللي تقوم بها هيئة الصحة بالبيت إن شاء الله. الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة الإدارة والباحثة الإكلينيكية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص إطلاق الدورة الثانية من حملة كنز الحياة. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين بنتكلم عن قيمة المعلومات في حماية الصحة العامة. تبذل إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي جهود كبيرة في تنمية الوعي المجتمعي بالقضايا والمشكلات الصحية، ونشر ثقافة ومفاهيم الأنماط الصحية والسليمة في أوساط أفراد المجتمع، كما تعمل على توفير المعلومات العلمية والطبية الموثوقة للناس واللي يمكن الاستناد إليها في الوقاية من الأمراض. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول الصحة العامة في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير ستي، أهلا وسهلا. حياك الله ويانا في البرنامج. دكتور بداية حابينك تعطينا لمحة عن إدارة حماية الصحة العامة والجهود اللي تبذلونها فقاية الناس أو أفراد المجتمع كذلك من الأمراض. نعم، أولا في البداية يعني هيئة الصحة دبي تعطي اهتمام كبير لإدارة حماية الصحة العامة. بالنسبة للإدارة الآن المديرة الدكتورة بدرية الحرمي كان أمامها تحديات كبيرة منذ استلمت إدارة الإدارة. لأنه تعرفين كان هناك تحول كبير، لأنه لما تشكلت الإدارة قبل سنتين كان يعني تغييرات كبيرة، أقسام جديدة، توجهات مختلفة، ناس يأتوك من أقسام أخرى للانضمام للفرق. فالإدارة كبرت بشكل ملموس جدا، الآن أكثر من 50 يعني شخص يعمل في الإدارة، كفاءات مختلفة فيها، يعني نماذج عمل كل واحد عنده خبرة معينة في الإدارة، في التحليل، في الصحة المدرسية، في الإضافة إلى القيادة أو التعزيز. الإدارة عبارة عن أربع أقسام تركز: الصحة المدرسية، التعزيز الصحي، الحماية اللي تتخصص بالأمراض المعدية، وكذلك القسم الأخير اللي هو البرامج أو الدراسات اللي مرتبطة بالصحة العامة. ممتاز دكتور. طبعا أكيد في قيمة وأهمية للمعلومات والبحوث اللي تجرى في تحسين صحة المجتمع، فحابينك تعطينا نبذة وتحدثنا عن قيمة هذه البحوث والمعلومات. طبعا القرار لا يمكن أن تتخذين قرار في أي مجال صحي بدون بحوث أو نتائج موجودة. صحيح. يعني أنت أي قرار تتخذيه لازم يكون عندك evidence، تكون عندك إثباتات. صحيح. فإحنا دورنا أن يعني في جانب المعلومات يكون عندنا دور، لازم نقدم الأدلة، منهم الناس اللي يحتاجون الخدمة، منهم الناس المعرضين أكثر للخطر من البقية، ما هي الأمراض الأكثر شائعة. صحيح. ويعني بعدين يكون استهدافهم. بالنسبة للمعلومات، المعلومات كثيرة، يعني هي عبارة أول شيء لازم نحدد شغلة أساسية، هناك نوع معلومات نوعية، هناك معلومات كمية، وكل واحدة لها طريقة في جمعها. صحيح. إن معظم المعلومات، خلينا نركز أكثر على المعلومات الكمية، إحنا نستفاد من معلومات كثيرة تجمعها الإدارة حتى نقيس المؤشرات المختلفة أو احتياجات السكان في دبي من أمور صحية أو برامج
وهكذا. عندنا مثلا معلومات الولاده، معلومات الوفيات، معلومات الفاكسينيشن التلقيح والمضادات واخره، معلومات دخول المستشفى، المستشفيات، معلومات المستشفيات انواع كثيره ايضا، اللي منها الاوت بيشنت، العيادات الخارجيه والداخليه والعمليات والامرجنسي، اضافه الى بعض المعلومات اللي لا يمكن ان تحصلين عليها من تجمعيها من اماكن متعلقه بالصح بالخدمه الصحيه، مثل اللي هي عوامل الخطر، الاختطار، فحاول تكونين تجمعين معلومات عباره عن استكشافات او ما تطلق عليها سيرفي، حتى تحصلين وتعرفين الواقع في امور كثيره مرتبطه بالصحه. كثير، صحيح دكتور. دكتور طبعا الحين طبعا توسعت الاماكن اللي الواحد يقدر ياخذ منها معلومات، ويعني توصلنا المعلومات حتى قبل ما نحن ندورها يعني يعني بس المعلومات ما بدائما تكون صحيحه او تابعه الاثباتات علميه او دراسات طبيه. فطبعا اهميه هذا طبعا الاعتمادات او الاعتماد على المصادر العلميه والطبيه الموثوق في استخلاص هذه المعلومات لها دور كبير. يعني الحين بفتح انا على اي منصه للتواصل الاجتماعي بلقى معلومات طبية، بفتح أي يعني حتى على الواتساب، حتى على أي يعني على أي منبر يعني في الإنترنت بلقى معلومات طبية. فشو أهمية أن الشخص يستخلص أو ياخذ هذه المعلومات من أماكن طبية أو كذلك معروفة وموثوق فيها؟ نعم، هذا شيء مهم وخطر. يعني دائما انت تشوفين منشورات كثيره في مجلات ان كان علميه يعني منها معروفه او غير معروفه، صحيح لازم انت تدققين في صحه هذه المعلومات عبر طرق كثيره، منها يعني تتاكدين من طبيعه الدراسه، نوع الدراسه، الاختيارات، الفئه المشاركه في الدراسه، لازم تعرفين امور كثيره اللي هي تستند عليها البحوث والاحصائيات اللي استخدمت. اذا ما تعرفين هذه الامور وما عمل بها بطريقه صحيحه ممكن جميع النتائج اما تكون منحازه او على خطا. صحيح. لذلك التعامل مع المعلومه شيء مهم واساسي. المعلومه ما ممكن انت تستغليها بالاسلوب، لكن عندك خبره كبيره في التعامل معها، مثلا كيف تتعاملين مع مثلا معلومات مثلا تكون ناقصه، كيف تتعاملين معها؟ صحيح. مثلا المعلومات الثانيه مثلا الكودينج اللي هو مثلا الافراز او في مثل يعني تحديد معين، التعريفات لازم تكون صحيح. متساويه مع الجميع مثلا، يعني لازم انت تتعاملين مع كل فيلد كل معلومه بشكل صحيح. اضافه الى ذلك كيف تحلليها؟ صحيح. يعني هنالك مثلا طرق يعني انت لازم منها احصائيه ومنها تثبتين بانه مثلا هؤلاء الناس عندهم المشكله الاساسيه بسبب واختلاف كبير عن فئه اخرى معينه يسكنون من مرض معين او سكن او اعمار مختلفه. لازم تستخدمين البرامج الموجوده اللي هي ممكن ان تحلل هذه المعلومه وتستعملين الاحصائيات اللي المناسبه. يعني انت كل بحث الى طرق مختلفه، لازم تكونين المنهجيه تبعت البحث هي الاساس في عرض المعلومات بشكل دقيق وبشكل سليم وبشكل يعني يستفاد منه المجتمع ويعتمد. نعم دكتور، كذلك الحين يعني بنلاحظ انا كطبيبه اسره يعني يوميا حتى المراجعين والمراجعات اللي يكونون عندي يعني عدد كبير، يعني مو بعدد حتى صغير، بتقولي انا قريت هذه المعلومه في التواصل الاجتماعي، انا قريت هاي المعلومه في الانترنت دكتوره. هذه في ناس تطبق هذه المعلومات وفي ناس ما تطبقها، يعني ما تاخذ الا من قبل استشاره الطبيب قبل ما تاخذ هذه المعلومه، ومرات تكون معلومات طبيه يعني بس يعني الشخص اللي طلع هالمعلومات غير طبيب او ما في اثبات انه من مجله علميه او بعد دراسه علميه. فشو نصيحتك للناس في هذه النقطه خاصه انها منتشره بشكل كبير، والناس طبعا اهم شيء بالنسبه لها صحتها، فالناس تتخوف دائما وتكره هذه المعلومات اكثر واكثر وسهوله الوصول كذلك لهذه المعلومات. نعم هذا جانب خطر جدا. اول شيء يجب انت يعني معلومات لازم تسوي لها فلتر، يعني تنقيه، مو كل معلومه تصلك هي صحيحه، يعني تجيك
يعني تتناقل الآن صار وسائل التواصل الاجتماعي تنقل معلومات كثيرة بالجملة. صحيح. تربط شغل أكلة أو شغلة بمرض أو إصابة أو هذا، فيعني هذه المعلومات كلها يعني إذا ما كانت من مصدر علمي دقيق، إذا ما كانت من طبيب، من إدارة صحة عامة، من منشور في يعني مجلة علمية دقيقة، من صادر من جامعة معترف بها وجامعة مؤهلة اللي يعني لها سمعة عالية في البحوث إلا تعتمد. إضافة إلى ذلك تكون لازم تكون يعني محق يعني أثبتت في أماكن مختلفة، مو عن تجربة واحدة أو تجربتين، لازم تكون يعني لها يعني عدة علماء اشتغلوا عليها ووصلوا إلى نتيجة واحدة. دكتور، مرات يكون صعب على الشخص، يعني نحن تعودنا كأطباء نعرف الجامعات الطبية أو المجالات الطبية الموثوق فيها، فمرات يكون صعب على الشخص يدور ويعني يأتي المعلومة فأسهل مرات يطبقها أو بي. فشو نصيحتك للناس اللي أول ما تيهم المعلومة وهم ما عندهم، يعني ما أقول لك ما عندهم يعني مثل ليس بطبيب أو ليس في التمريض أو في يعني المنشآت الصحية، فبتي المعلومة يبقى يتأكد هل المعلومة صحيحة أو غير صحيحة، فشو يسوي أساس يتأكد من صحة هذه المعلومة؟ يعني هي لها طرق كثيرة، هو لازم يكون يتأكد من هذه المعلومة عند مصادر لازم تكون معروفة حقيقية. يعني أما يعني يلجأ لطبيب أو ساينتست أو إلى أكاديمية جامعية حتى يعرف من التأكد من هذه المعلومة، إضافة إلى يتأكد من مصدر النشر. نعم. إضافة إذا كان هناك اختلاف أو يعني ما متأكد، ممكن عن طريق المراسلات مع المصدر. نعم. حتى يتأكد من المعلومة. طبعا في ناس عندهم خبرة أكثر من البقية، يعني من لما نشوف المعلومة ومصدرها والمنهجية العمل الخلفي خلف المعلومة يقدر يعطي نصائح أفضل من الآخرين. صحيح صحيح، لأن كثير من المعلومات تكون يعني حتى مرات الناس تضطر توقف أدوية معينة نصيحة أن هذا الدواء أفضل من هالدواء أو استخدموا هذه النبتة بدال هذا الدواء، ويأثر كذلك على صحة الشخص اللي ييك، يعني صحيح. خاصة أنه بييك عقب فترة من تجربته لهذا المنتج. صحيح. أو هذا الشيء ما بييك على طول. أعطيك مثال، يعني إحنا من خلال تجاربي اللي لم أثناء وجودي في عملي في هولندا. نعم. كان إشاعة انتشرت بأنه أحد الأدوية يسبب سايد إفكت أو ضرر معين، فالناس بدت تتوقف عن هذا والأطباء بدأوا يتوقفون بأنه يصرفون هذا العلاج للمرضى. بعد الدراسة العلمية وبعد يعني جمع المعلومات وتحليلها اكتشفنا بأنه نوع واحد يعني فرعي من هذه الأدوية هي اللي سبب، مو كل الأنواع. أيوة. صحيح. يعني أنت يعني شوفي كيف يعني المعلومات تصل بطريقة غلط، أثرت على الكثير، وقفت علاجات، وقفت. صحيح. لكن لما تروحين بجهة علمية تتخذين الطريق العلمي راح تكتشفين الخلل فين بالضبط، لأن في حالات معينة يعني يوقف لك دواء ويستخدم أعشاب معينة أو يستخدم أشياء معينة بعد توقيف الدواء بدون أخذ استشارة من الطبيب، فيعني مرات يرجع لنا مرة ثانية تكون الحالة دهورت أكثر أو تكون الحالة غير مستقرة على خبرات من أشخاص جربوها، فكل شخص يختلف جسمه عن الشخص الثاني وكذلك حالته المرضية. نعم. وتقبل جسمك كذلك. أنت أشرت إلى نقطة مهمة، أنا بدي أضيف لك شغلة أيضا، دور الصحة العامة هو دور أساسي في تطوير أو تحسين الحياة الصحية للمجتمع. نعم. الصحة العامة انت ما تشوفين دورها بالحياة، لكن الصحة العامة الناس دول تعطيها أهمية كبيرة. ليش؟ لأنه هي تحسن جودة حياة المواطنين، تطول العمر للأشخاص، تقلل العبء على المستشفيات والمراكز الصحية من الأمراض. صحيح. إذا انت اشتغلتي صحيح خلال بس راح يدير لها شغل كبير، يعني راح يدير لها توعية ودراسات وتعزيز. انت اذا يعني اشتغلتي صحة عامة انت راح تقللين كل التعبئات يعني التكاليف او الضرر. صحيح. بالناس يعني راح تخففين كثير عن المستشفيات، نزلت الوقاية، نزلتي بعدين مستوى الحياة الفرد يعيش بحياة افضل. صحيح. لما تتوقفين السمنة والتدخين وتمارسين الرياضة واكلك صحيح
الصحي يعني جودة الحياة راح تكون أعلى. صحيح. بعدين عمرك العمر راح يطول أكثر. صحيح. أنت بدل ما تعيشين 60 أو 65 راح تعيشين 85 سنة مثلا. صحيح. وهالها دور كبير يعني في وقاية من أمراض كثيرة. نعم. راح التركيز كله على الطبيب والطبيب، لكن الدولة الصحة العامة. صحيح. يعني إحنا دورنا قبل دور الطبيب كذلك نخفف كثير يعني على الأطباء وال صحيح مستشفيات. دكتور طبعا هذه المعلومات والبيانات اللي تطلع من بعد البحوث أو حتى إجراء دراسات معينة لها دور كبير كذلك في صناعة القرار، سواء من ناحية الوقاية أو من ناحية علاج الأمراض المعينة. فشو أهمية هذه المعلومات في صناعة هذه القرارات؟ أنا يعني أخذي جانبين. نعم. أنا صانع قرار، أريد يعني أبني بلدي، أخدم شعبي، أشوف الناس الأكثر، أخدم من سيرفيس معينة. أنا ما أجي أسوي سنتر كامل وأنا ما محتاجه. صحيح. وما ممكن أسوي خدمة معينة في مكان الناس ما تحتاجه. صحيح. وأنا ما ممكن أستهدف ناس هم ما محتاجيها. صحيح. فأنا لما يعني أبحث وأسوي أحدد المعلومات، من هم الفئة الأكثر متضررة، من هي الأمراض المناسبة، ما هي الخدمات الموجودة، لما أضعها على صاحب القرار راح تكون عدة العقلية المناسبة حتى يعرف ما هو الخطوة الجاية لاستهداف الناس اللي هم أكثر يعني ممكن حاجة لهذا الشيء، أو أركز على خدمات معينة الجميع يكون محتاجنها. بالضبط. يعني أنت شوفين دول العالم، يعني أكثر شيء مكلف هو الصحة. صحيح. فأنت عندك ريسورسز محدودة، يعني بدك توزعيها بشكل مناسب ما يخدم يعني الناس والمواطنين. صحيح. وكذلك يعني مب كذلك بس أكثر تكاليف، كذلك أكثر يعني من واحدة من أهم الأشياء، يعني الصحة تقريبا لا تعوض يعني بأي شيء. دكتور، كلمة أخيرة توجهها المستمعين خلال البرنامج. يعني انت شفتي احنا اعطينا يعني هنت معين عن الصحه العامه، لكن اريد اشير بانه الى جانب مهم. يعني قامت هيئه الصحه دبي، نتكلم عن المعلومات اللي في انيشيتيف او هي مبادره اللي هي سلامه ونابض. نعم. اللي هي السجل الالكتروني، يعني هذا من المبادرات العظيمه جدا، راح يكون لها دور في خدمة الصحة العامة والمجتمع بشكل كبير في السنوات القادمة. إن شاء الله. سنستفاد منها كثيرا، ستخدم البلد كثيرا، يعني ستصنع أمور، يعني نحدد النقاط اللي يحتاجها مستقبلا. ممتاز. سيكون دورها كبير في البحوث واستهداف الناس اللي معرضين أكثر والتطوير الصحي. إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور كاظم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور كاظم العبادي، أخصائي أول في الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا جزيلا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص قيمة المعلومات في حماية الصحة العامة، كانت هذه فقرتنا الأخيرة لحلقة اليوم. أشكر طاقم العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج والقواسمة. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.